مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 7 الستوري تايم، اليونت السابع الدرس المخصص للقصة. شنو اسم القصة؟ دانجر آت سي. دانجر آت سي معناها خطر في البحر. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي listen, read and find out. استمع، اقرأ واكتشف. اكتشف جواب هذا السؤال، هو منطي السؤال How did the Coast Guard know where to look for. كيف علم خطر السواحل أين أو المكان الذي يبحثون فيه؟ هسه راح نجي نقرأ القطعة أو القصة ونوضح مفرداتها ونجاوب على هذا السؤال اللي سأل الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف، وكذلك الأسئلة اللي منطيني إياها كتاب النشاط اللي تعتبر أسئلة مهمة جدا وللحفظ لأنها مطلوبة من امتحان الشهري، امتحان التحريري، وكذلك امتحان آخر السنة. بالبداية يقول لي it was a lovely sunny day. كان يوما مشمسا جميلا. The sea was calm. البحر كان هادئا وساكن. Tom and Dave. Tom الشخصية الأولى هي توم، وديف هي الشخصية الثانية. Decided to go fishing. توم وديف قرروا، هذول توم وديف قرروا الذهاب للصيد. When they got to the boat أو عندما وصلوا أو عندما ركبوا القارب they put the oars. هاي كلمة جدا مهمة، الكلمات اللي راح نطلعها نحاول نسجلوهن وياي. oars معناها المجدار أو المجاديف. أخرجوا المجاديف they put the oars their food. وضعوا المجاديف وطعامهم and water into it. والماء في هذا القارب. ولا شيء يقول لي where is your life jacket asked Tom. سأل توم قال له أين هي اللايف، احفظوا ياي لايف جاكيت. لايف جاكيت معناها سترة النجاة. قال له أين هي سترة النجاة؟ سأل منه توم. توم سأل دي قال له وين سترة النجاة مالتك؟ قال له it's at home. إنها في البيت. سأل دي قال دي I forgot it. لقد نسيتها. If you don't have a life jacket you won't come in my boat. said Tom. إيش قال له توم؟ قال له إذا ما عندك سترة نجاة ما راح أخليك تصعد بالقارب مالتي. فقال له don't be silly. لا تكون سخيفا. replied Dave. رد عليه Dave. I won't need it. سوف لن أحتاجها. the weather is beautiful. الطقس جميل. قال له I don't like it. said Tom. قال له توم قال له الطقس ما يعجبني. ممكن يتغير على ساعة. إيش قال وراه إيش قال؟ The weather can change. قال له الجو على ساعة من ممكن يتغير. Tom phoned the Coast Guard. Tom اتصل بخطر السواحل on his mobile phone بهاتفه and told them where they were going. وأخبرهم بالمكان اللي هم رايحينه. يعني سوى لما شاف إنه ديف ما جايب سترة النجاة مالته قال للاحتياط خل أخاطر خبر السواحل وأقول لهم إحنا مجموعة من الشباب أو اثنين شبان ذاهبين في رحلة للمكان الفلاني، فعلى مود خاف يصير طارئ إما راح يدلون مكانهم ويجوهم. Then they got into the boat. ثم صعدوا على القارب. Started the motor. وشغل المحرك. And set off. وانطلقوا. They had a good morning fishing. وحظوا بصباح صيد جيد. Early in the afternoon. وفي المساء the sky got black and dark. السماء تحولت إلى سوداء ومظلمة، يعني الغيوم تجمعت. I don't like that sky said Tom. قال توم أنا لا يعجبني منظر السماء هذا، يعني هذا المنظر ما يعجبني، احتمال على ساعة يتغير الجو. We are going home. سوف نعود للبيت. I agree said Dave. قال ديف أنا أوافقك. Start the motor. شغل المحرك. But the motor wouldn't start. لكن المحرك لم يشتغل. They got out the oars. أخرجوا المجاديف. And tried to row. هاي كلمة جدا مهمة. row معناها يجدد. يجدد بالمجاديف. إيش قال؟ بدأوا بالتجديد. But the wind got stronger and stronger. لكن الرياح أصبحت أقوى فأقوى. يعني بدأت الرياح يصير ضربها قوي. And the waves got bigger and bigger. Waves هاي همينة كلمة جدا مهمة. Waves هي الأمواج، والأمواج أصبحت أكبر ثم أكبر. Suddenly فجأة a huge wave lifted the boat up
and turned it over. اجتي شنو هيوج؟ هيوج ضخم. هيوج ويف فتموجة ضخمة جدا. قال lifted the boat حملت القارب and turned it over وقلبته. Tom and Dave found themselves in the water. Tom was Dave وجدوا أنفسهم في الماء. Hang on Dave shouted Tom. تشبث يا ديف صرخ لتوم. توم ايش قال له؟ قال له تشبث او تماسك. I am coming انا قادم اليك. توم reached Dave and pulled him over the upturned boat. توم راح لديف وسحبه على القارب ال upturned boat القارب المقلوب. They held into the boat تمسكوا بالقارب and waited for help وانتظروا المساعدة. About 3 hours بعد 3 ساعات they heard a noise سمعوا ضوضاء and looked up ونظروا إلى الأعلى. There was a Coast Guard helicopter كان هنالك طائرة هليكوبتر خاصة بخبر السواحل. Coast Guard معناها خبر السواحل. In the sky في السماء. Above them على رؤوسهم. Soon they were in it وبعد فترة قليلة صعدوا فيها. They sat there جلسوا هناك cold and wet مستبردين أو بردانين ورطبين بللين wrapped with blankets ومغلفين ملفلفين بالبطانيات. Thanks Tom said Dave. إيش قال لديف؟ قال له شكرا لك يا توم لأن باعتباره هو اللي أنقذه لأن ملابس سترة النجاة ماتم. You saved my life لقد أنقذت حياتي. That's all right لا بأس said Tom قال توم. But next time You come in my boat. وش قال له؟ قال لكن المرة القادمة التي تركب فيها على القارب الخاص بي You will wear life jacket. سوف ترتدي سترة نجاة. يعني بعد ما خليك تصعد القارب إذا ما مرتدي سترة نجاة. Yes, of course. قال نعم بالطبع. I will. سوف أفعل. Said they. قال ديف. But how did they know where to look for us? شوف أنا شو يقول له؟ يقول له إحنا رايحين للبحر. شلون عرفوا مكاننا؟ شلون عرفوا وين يدورون بالضبط؟ هذا السؤال المفروض تجاوبه او هو اللي يمكن هنا بدايه الدرس. قال لي تقدر تجاوبه؟ احنا لاحظنا قبل بدايه الدرس هو اتصل بخفر السواحل لما شاف ديف ما راكب ما شايل سفينه نجات مالته. قال خليني للاطمئنان اكثر او للاحتياط قال خلي اتصل بخفر السواحل على مود يعرفون وين يدلون او يدلون مكانه. فشنو جواب هذا السؤال؟ قال لي كيف عرفوا اين يبحثون؟ اقول له توم تول ذم. توم هو من أخبرهم بالمكان اللي ذاهبين إليه. الآن بعد ما خلصنا القطعة ووضحنا مفرداتها ننتقل للأسئلة المتعلقة بها. شو يقول لي؟ تمرين رقم 1 هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. هاي الأسئلة المتعلقة بمن؟ بقطعة أو بقصة توم وديف اللي ذهبوا للسباحة أو عفوا لصيد السمك. النقطة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي هو Who are the characters of the story؟ من هم شخصيات القصة؟ احنا عرفنا ان شخصيات القصه هم الشخصيات الرئيسيه طبعا توم اند دي. فاقول له توم اند دي الطلاب يقدر يضيفون مثلا يقول له the coast guard who saved them خفر السواحل اللي انقذهم. النقطه الثانيه what is the story about عن ماذا تتحدث القصه. الطالب شو يقول؟ انا ارسم مثال about two boys عن اثنين ولد او اثنين شباب who went fishing ذهبوا للصيد but the weather turned bad لكن الطقس او الجو تغير بشكل سيء. How did the wind change؟ كيف تغيرت الرياح؟ How did the waves move؟ وكيف تحركت الأمواج؟ احنا ذكرنا بالقطعة انه من ناحية الwind الرياح became stronger and stronger اصبحت اقوى فاقوى. من ناحية الwaves الموجات became bigger and bigger اصبحت اكبر فاكبر. فاقول له the sky got black لون السماء تغير الى اللون الاسود dark معتم and the wind become stronger and stronger الرياح أصبحت أقوى وأقوى وتقدرون تكملوها the wave became bigger and bigger والأمواج أصبحت أكبر فأكبر. Why did Tom say لماذا قال توم but the next time you come in my boat you will wear a life jacket ليش قال هاي المقولة؟ قال له إذا مرة جاية تريد تصعد من قارب مالك لازم ترتدي سترة النجاة. ليش قال هذا الكلام؟ لأن إحنا عرفنا إنه هو لما صعد وياه وما مرتدي سترة النجاة من ممكن كان إنه يموت. فمثلاً أقول له Dave had refused لأنه Dave رفض to wear life jacket أن يرتدي سترة النجاة on this boat trip بهذه الرحلة.
Tom should have insisted. وتوم كان مفترض إنه يلح عليه أكثر بالزايد. What type of helicopter came to rescue them? ما نوع الهليكوبتر اللي جاءت لإنقاذهم؟ نوع الهليكوبتر هي هليكوبتر متعلقة بخفر السواحل. بقول له Coast Guard helicopter. هليكوبتر خفر السواحل. Can you answer Dave's questions at the end of the story? هل يمكنك أن تجيب على سؤال ديف في نهاية القصة؟ ديف سأل بالأخير. قال له كيف عرفوا مكاننا؟ أقول له توم told them. توم هو من أخبرهم بمكانهم أو المكان اللي ذاهبين عليه لبداية القصة. مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلوا هذه الملاحظات أو الحلول لكتاب النشاط وتحفظوها لأنها مهمة جدا. تمرين رقم 2 make your own notes to the story. كالعادة مثل ما تعودنا بالوحدات السابقة عمل ملاحظاتك الخاصة بالقصة. مثلا شنو عنوان القصة؟ عنوان القصة Danger at Sea، خطر في البحر. Why I liked didn't like the story، حبيت القصة ليش حبيتها؟ ما حبيت القصة ليش ما حبيتها؟ أنا طالب مثلا يقول له I liked the story، أنا حبيت القصة، ليش حبيت القصة؟ إلى آخره ينطي السبب، ليش ما حبيت القصة؟ والنيو words الكلمات الجديدة اللي تعلمتها من خلال هذه القصة، مثلا كلمة words هذه كلمات جدا مهمة، معناها مجاديف، raw معناها يجدد، إلى آخره. الطالب يكتب هنا الكلمات أو الكلمات الجديدة اللي ما كان يعرفها سابقا وتعلمها من خلال هذه القصة. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هنا pay for project. احنا تعودنا انه بالنهاية الفصل الاول او نهاية الوحدات الاربعة الاولى ينطيني P for project اللي هو المشروع، وشرحنا سابقا انه هذا المشروع هو عبارة عن نشاط لاصق فيه. انا يقول لي you are going to make a poster for instructions، سوي بوستر او ملصق او هذين المشاركات اللاصق فيه اللي ياخذوها الطلاب للمدرسة، بس ان انا منطيني تعليمات شنو المطلوب من عندك انك تخليه هذا البوستر. مثلا staying safe، تعطي بوستر عن كيفية أو كيف تبقى آمناً. منطيني مجموعة من التعليمات، مثلاً divide your poster into three sections. البوستر مالتك أو الملصق مالتك خليه ثلاث أقسام. القسم الأول stay safe at home، كيف تبقى آمناً في البيت. safety outside، كيف تبقى آمناً بالخارج. safety when you travel، والأمان أو كيف تبقى آمناً عندما تسافر. make a list of advice of each section، سوي لي منطيني نصائح عن كل قسم من هاي الأقسام. find some pictures، القى لي صور متعلقه بهذا الكلام. هو منطيني مثال مثلا safety outside، الامان في الخارج. مثلا يقول لك look both ways when you cross the road، انظر يمينا ويسارا قبل ان تعبر الطريق، وتحطي قد صورتين او ثلاث صور متعلقات بهذا الكلام. always use zebra crossing، دائما اعبر على خطوط العبور، فتخلي له صوره مناسبه لهذا الكلام، الى اخره. هذا مجرد نشاط غير صفي او لا صفي. من الممكن للطلاب يسوون بوستر، يجتمعون ثلاثة أو أربعة طلاب يجتمعون بوستر، أما يرسمون أو يأخذوا المطبعة، الفكرة يأخذوها المطبعة ويطبعوه ويعلقوه بالمدرسة كنصائح عن كيفية أن تبقى آمنا في الطريق. هذا النشاط اللاصفي من الممكن بعض الأساتذة يكون عليه درجات مع فقرة النشاطات اللاصفية. هذا مجرد نشاط لاصقي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا ان الدرس بسيط جدا، عباره عن قصه والاسئله المتعلقه بالقصه. وضحنا القصه، وضحنا مفرداتها، وحلينا الاسئله المتعلقه بها، وقلنا انه هاي الاسئله اسئله مهمه جدا بالامتحان التحريري. باقي الانشطه انشطه صفيه غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوا معي على حسابات موجوده في الفيديو في الوصف.